الدقة مرات تنقص بعض المعدين، بس كانت حلقة جدا جميلة أمانة، وأتمنى تلفزيون الكويت يشوف له صرفة بسالفة توقيت برنامج ورود حول العالم، قاعد ينعرض بوقت مسلسل حق حياة الفهد وأعمال أخرى يعني، فأعتقد ما في أحد راح يشوفه، قاعد تظلمون العمل. وراح يكون في كلام عن ورود حول العالم إن شاء الله في حلقات قادمة، وايد راح نتناول مواضيع، وايد راح